شوفوا كل هذه السعادة وهذا الاحتفاء بقرار النادي الأهلي، باختيار النادي الأهلي، بمدرب النادي الأهلي، وكل هذا التفاؤل بتجربة النادي الأهلي تخليك ترفع راسك فوق لأنك أهلاوي. ده مش كلامي ومش كلام حد أهلاوي، ده كلام الكابتن خالد بيومي. مش قادر ألاقي كلام ينم عن مدى سعادتي باسم وكيان النادي الأهلي. صحيح أنا لا أنتمي للأسرة الأهلوية، ولكن ما يفعله وما فعله وما حققه النادي الأهلي جدير بالاحترام، جدير أن نفتخر به كل من هو في المنظومة المصرية الكروية أو الرياضية. النادي الأهلي تاريخ عريق كبير جدا، فعلا جمهور النادي الأهلي يشكر ربنا على نعمة أنه هو أهلاوي. أتى من أتى وذهب من ذهب، ولكن يبقى النادي الأهلي هو النادي الأهلي، نادي كبير جدا. كل من يدخل داخل جدران النادي الأهلي يعلم جدا قيمة هذا النادي، انتماء، عقيدة، حب. حتى التطلع أو البقاء في الرياضة مش موجودة غير في ناديين أو ثلاثة على مستوى العالم، منهم النادي الأهلي. كل سنة والنادي الأهلي كبير وعريق وصاحب بطولات وصاحب إنجازات. النادي الأهلي واحد من الأندية القليلة جدا اللي يخليك وانت بتتفرج على مباراة وسط أي حد موجود على مستوى العالم راسك لفوق. فعلا ارفع راسك يا أهلاوي، فانت أهلاوي. كل سنة وانت أصيل، كل سنة وانت صادق، كل سنة وانت رجل يحترم كلمته. خالد بيومي زي ما كلنا، الأستاذ خالد بيومي النقد الكبير، كلنا نعلم انتمائه للنادي الإسماعيلي العميق، أهلا زملكاوي على خفيف، ولكنه دائما راجل موضوعي، راجل الحقيقة منصف. أعتقد أن دي أحلى حاجة طلعنا فاصل.